بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده اليوم الرابع من يوم الجمعه واحنا موجودين هنا امام السفاره، لان حتى الان الموقف الرسمي للحكومه المصريه ضعيف جدا ولا يرتقي لمستوى الحدث. واعتقد ان الحكومه ربما ليست واعيه ان مصر بعد 25 يناير غير مصر قبل 25 يناير. موقفها يماثل مواقف النظام البائد في المواقف الباهته. هل هناك مواقف اكثر من ذلك تتخذ؟ يعني هم قدموا اعتذارات، فما هو المطلوب اكثر من ذلك؟ لا اعتقد ان المساله ينبغي تصعيدها، واعتقد ان موقف الاعتذار لا يرقى لدماء المصريين وتوصيلات سفكت عمدا. تقرير قوات حفظ السلام الدوليه قالت ان عمليه القتل تمت بطريقه عمديه. تقرير النيابه العامه قال ان عمليه القتل واطلاق الرصاص على الضابط احمد جلاوي على الجنود تم بطريقه عمديه وبرصاص بطريقه عمديه. القتل الحادثة عمدية وليس طريقة خطأ بأي كان، والاعتذار غير مقبول. ولا أعتقد أن مطلب الشعب سحب السفير وطرد السفير الإسرائيلي هو أعلى موقف في القانون الدولي بين علاقة بين دولتين في علاقة دبلوماسية. أعتقد أن هو ينبغي ترسيخه لترسيخ العلاقة القادمة بين مصر وإسرائيل. ينبغي أن تعرف أن مصر بعد 25 يناير غير تماما قبل 25 يناير.